لو سمحت فندم ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ استاذ صبري عبد الهادي، مسؤول عن لجنه اللجنه 30 ومقرها مدرسه جابر الغزالي باسم دمرهم. حضرتكم موجودين من الساعه كام؟ احنا يعني تواجدنا الصبح، ولكن كان في مشكله طبعا. المكان بتاع المدرسه غير المكان اللي هو اللي موجود، لان المكان الموجود كان شارع المقريزي، تمام، لكن رحت عند شارع المقريزي ومش لاقيين المدرسه خالص. قبل ما سالت عليها قالوا لي ان هي موجوده هنا، وان العنوان اللي محطوط واللي احنا مسلمين بيه كان غلط. ففتحنا تقريبا حوالي الساعه 8 و6. تمام. طب حضرتك ممكن حضرتك عند لحد الساعه كام موجودين لحد كده؟ والله حسب التعليمات، يعني ممكن احنا مع الناس، يمكن لو عايزين لحد بكره احنا مستعدين. في ماده، لو في ماده ال9، في ماده ال11، في ماده لحد بكره، احنا متواجدين عشان ناخد اصوات الناس، واي حد يجي في اي وقت، حتى لو تم الماده ال11 ولقينا ان في ناس، ممكن نستمر معاهم لحد واحدة، طالما ان الناس موجودة، لاننا احنا حريصين على ان الشعب كله ينزل وان هو يدرس. الاقبال النهاردة كان عامل ازاي؟ الاقبال فوق المتوسط، وبرضه لسه ما نقدرش نحكم عليه، لان في نهاية اليوم بيكون في زيادة لعدد الناخبين، لان طبعا معظم الناس مش هتنزل، غالبية الناس بتنزل في اخر اليوم. شكرا يا فندم. عفوا يا فندم.